بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها بالميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ولا يضع دوحة للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولها الحمد للسي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفجوا من أقطار السماوات والأرض فانفجوا لا تنفجون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواج من نار ونهاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء
Thank you.